الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم. عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. الشرح: الحديث فيه استحباب جلوس العالم لأصحابه وغيرهم في موضع بارز ظاهر للناس، والمسجد أفضل. وفيه جواز حلق العلم والذكر في المسجد، واستحباب دخولها ومجالسة أهلها وكراهة الانصراف عنها من غير عذر، واستحباب القرب من كبير الحلقة ليسمع كلامه سماعا بينا ويتأدب بأدبه، وأن قاصد الحلقة إن رأى فرجة دخل فيها وإلا جلس وراءهم. وفيه الثناء على من فعل فعلا جميلا، وأن الإنسان إذا فعل قبيحا ومذموما وباح به جاز، وأن الإنسان إذا فعل فعلا قبيحا ومذموما وباح به جاز أن ينسب إليه، والله تعالى أعلم. باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وفي رواية وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. الشرح: هذا النهي للتحريم، فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها فهو أحق به، ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث، إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتي فيه أو يقرأ قرآنا أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به، وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه. وفي معناه
من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة، وما فعله ابن عمر فهذا ورع منه، وليس قعوده فيه حراما إذا قام برضاه، لكنه تورع عنه لوجهين: أحدهما أنه ربما استحيا منه إنسان فقام له من مجلسه من غير طيب قلبه، والوجه الثاني أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى. باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. الشرح: قال أصحابنا هذا الحديث في من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود، بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلا يسيرا ثم يعود لم يبطل اختصاصه، بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة. فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن يقيمه، وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث. هذا هو الصحيح عند أصحابنا. وقال بعض العلماء: هذا مستحب ولا يجب، وهو مذهب مالك، والصواب الأول. قال أصحابنا: ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك فيه سجادة ونحوها أم لا، فهذا أحق به في الحالين. قال أصحابنا: وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها. باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب. عن أم سلمة رضي الله عنها أن مخنثا كان عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فقال لأخي أم سلمة: يا عبد الله ابن أبي أمية، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال: فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يدخل هؤلاء عليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا؟ لا يدخلن عليكن. قالت: فحجبوه. الشرح: قال أهل اللغة: المخنث هو الذي يشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته، وتارة يكون هذا خلقه، وتارة يكون هذا خلقه من الأصل، وتارة بتكلف. قال أبو عبيد وسائر العلماء: معنى قوله تقبل بأربع وتدبر بثمان أي أربع عكن وثمان عكن. قالوا: ومعناه أن لها أربع عكن أو عكن تقبل بهن من كل ناحية سنتان ولكل واحدة طرفان، فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية،
فهو بيحكي البروزات في جسم المرأة يعني، وهذا يدل على أنه له تفحص في أجسام النساء بالنظر، وأنه يعرف تلك العورات. وأما دخول هذا المخنث أولا على أمهات المؤمنين فقد بين سببه في هذا الحديث بأنهم كانوا يعتقدونه من غير أولي الإربة، وأنه مباح دخوله عليهن. فلما سمع منه هذا الكلام علم أنه من أولي الإربة، فمنعه صلى الله عليه وسلم الدخول، ففيه منع المخنث من الدخول على النساء ومنعهن من الظهور عليه، وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا المعنى، وكذا حكم الخصي والمجبوب، والمجبوب ذكره. والله تعالى أعلم. واختلف في اسم هذا المخنث، فقيل إنه اسمه هيت، وقيل اسمه ماتع، فأيا كان اسمه يعني. وذكر الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم غربهما إلى الحمى، وقيل نفى هيتا إلى حمراء الأسد. قال العلماء: وإخراجه ونفيه كان لثلاثة معان، أحدها المعنى المذكور في الحديث أنه كان يظن أنه من غير أولي الإربة وكان منهم ويتكتم بذلك، والثاني وصفه النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال، وقد نهي أن تصف المرأة المرأة لزوجها، فكيف إذا وصفها الرجل للرجال. والثالث أنه ظهر له منه أنه كان يطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن ما لا يطلع عليه كثير من النساء، فكيف الرجال. قال العلماء: المخنث ضربان، أحدهما من خلق كذلك ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء وزيهن وكلامهن وحركاتهن، بل هو خلقة خلقه الله تعالى عليها، فهذا لازم عليه ولا عتب ولا إثم ولا عقوبة، لأنه معذور لا صنع له في ذلك. والثاني هو من لم يكن له ذلك خلقة، بل يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وهيئاتهن وكلامهن ويتزيأ بزيهن، فهذا هو المذموم الذي جاء في الأحاديث الصحيحة لعنه، وهو بمعنى الحديث الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين بالنساء من الرجال. وأما الضرب الأول فليس بملعون، ولو كان ملعونا لما أقره أولا. باب جواز إرضاف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستخي الماء وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز لي جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير الذي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي،
وهي على ثلثي فرسخ. قالت فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فدعاني ثم قال إخ إخ للجمل يعني ليحملني خلفه. قالت فاستحييت وعرفت غيرتك. هي بتكلم مين بقى؟ بتكلم الزبير وبتقول له عرفت غيرتك. فقال والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما اعتقتني. الشرح قولها فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته إلى آخر هذا إلى آخر هذا كله من المعروف والمروءات التي أطبق الناس عليها، وهو أن المرأة تخدم زوجها بهذه الأمور المذكورة ونحوها من الخبز والطبخ وغسل الثياب وغير ذلك، وكله تبرع من المرأة وإحسان منها إلى زوجها وحسن معاشرة وفعل معروف معه، ولا يجب عليها شيء من ذلك، بل لو امتنعت من جميع هذا لم تأسم، ويلزمه هو تحصيل هذه الأمور لها، ولا يحل له إلزامها بشيء من هذا، وإنما تفعله المرأة تبرعا، وهي عادة جميلة استمر عليها النساء من الزمن الأول إلى الآن. وإنما الواجب على المرأة شيئان: تمكينها زوجها من نفسها وملازمة بيته. قولها وأخرز غربه، الغرب الدلو الكبير، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ستة آلاف ذراع، والذراع 24 أصبعا، معترضة معتدلة. ده آلات القياس كانت عندهم كده، لا متر ولا ياردة مش كده، ولا سنتي ولا ملي. الفرسخ كذا ميل، والميل كذا ذراع، والذراع كذا أصبع. أربعة وعشرين أصبع معترضة جنب بعض يعني. وفيه دليل لجواز إقطاع الإمام من الأرض المملوكة لبيت المال، ثم تارة يقطع رقبتها ويملكها الإنسان، ويملكها الإنسان يرى فيه مصلحة، وتارة يقطعه منفعتها فيستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع، يا إما انتفاع يا إما عين يعني. وأما الموات فيجوز لكل أحد إحياؤه، ولا يفتقر إلى إذن الإمام. طبعا ورد في هذا حديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له بالإحياء. الإحياء ممكن تكون زراعتها، ممكن تكون عمل حظيرة فيها، ممكن تكون عمل بيت فيها أو مصنع أو أي شيء من وجوه الانتفاع يعني. الإحياء لا يفتقر إلى إذن الإمام، هذا مذهب مالك والشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يملك الموات إلا بالإحياء إلا بإذن الإمام. وأما قولها وكنت أنقل النوى من أرض الزبير، فأشار القاضي إلى أن معناه أنها تلتقطه من النوى الساقط فيها مما أكله الناس وألقوه. قال ففيه جواز التقاط المطروحات رغبة عنها، فيحل التقاطه ويملكه الملتقط. وقوله وقال
إخ ليحملني خلفه، أما هذه اللفظة فهي تقال للبعير ليبرك. وفي هذا الحديث ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة على المؤمنين والمؤمنات ورحمتهم ومواساتهم فيما أمكنه. وفيه جواز إرداف المرأة التي ليست محرما إذا وجدت في طريق قد أعيت، لا سيما مع جماعة رجال صالحين، يعني ما فيش خلوة، يعني ليس هناك إيه خلوة مع جماعة رجال صالحين. ولا شك في جواز مثل هذا. هو أورد قبل كده أنه لا يدخل الرجل على المرأة إلا ومعه رجال، والإمام النووي قيده بأن يكون هؤلاء الرجال معروفين بالإيه؟ بالصلاح والمروءة يعني. ولا شك في جواز مثل هذا. وقال القاضي عياض هذا خاص للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره، فقد أمرنا بالمباعدة من أنفاس الرجال والنساء. وكانت عادته صلى الله عليه وسلم مباعدتهن ليقتدي به أمته. قال وإنما كانت هذه خصوصية له لكونها بنت أبي بكر وأخت عائشة وامرأة للزبير، فكانت كإحدى أهله ونسائه، مع ما خص به صلى الله عليه وسلم أنه أملك لإربه. وأما إرضاف المحارم فجائز بلا خلاف بكل حال. باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضا. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون أحد. وفي رواية حتى يختلط بالناس من أجل أن يحزنه. الشرح: والمناجاة المسرة، وفي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث، وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد، وهو نهي تحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن. ومذهب مالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر وفي السفر. أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع، والله تعالى أعلم. باب الطب والمرض والرقى. عن عائشة أنها قالت كان إذا اشتكى صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، قال بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. وعن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. الشرح: وفي الحديث الآخر في الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرقون
ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقد يظن مخالفا لهذه الأحاديث، ولا مخالفة، بل المدح في ترك الرقى المراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار، والرقى المجهولة والتي بغير العربية، وما لا يعرف معناها فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفرا، أن معناها كفر أو قريب منه أو مكروه. وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهي فيه، بل هو سنة. ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين أن المدح في ترك الرقى، في ترك الرقى للأفضلية وبيان التوكل، والذي فعل الرقى وأذن فيها لبيان الجواز مع أن تركها أفضل. وبهذا قال ابن عبد البر وحكاه عمن حكاه والمختار الأول. وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى. قال المازري: جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله تعالى أو بذكره، ومنهي عنها إذا كانت باللغة الأعجمية أو بما لا يدرى معناه، لجواز أن يكون فيه كفر. وقد ذكر مسلم بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شيء. أما قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، فقال العلماء لم يرد به حصر الرقية الجائزة فيهما ومنعها فيما عداها، وإنما المراد لا رقية أحق وأولى من رقية العين والحمى لشدة الضرر فيهما. قال القاضي: وجاء في حديث في غير مسلم سئل عن النشرة فأضافها إلى الشيطان. قال: والنشرة معروفة مشهورة عند أهل التعزيم، وسميت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها أو تخلي عنه. وقال الحسن: هي من السحر. قال القاضي: وهذا محمول على أنها أشياء خارجة عن كتاب الله تعالى وأذكاره وعن المداوات المعروفة التي هي من جنس المباح. وقد اختار بعض المتقدمين هذا فكره حل المعقود عن امرأته. وقد حكى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل به طب، أي ضرب من الجنون، أو يؤخذ عن امرأته، أي يخلى عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الصلاح، فلم ينهى عما ينفع. وممن أجاز النشرة الطبري، وهو الصحيح. وقال كثيرون: يجوز الاسترقاء للصحيح لما يخاف أن يغشاه من المكروهات والهوام، ودليله أحاديث، ومنها حديث عائشة في صحيح البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه تفل في كفه ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بها وجهه وما بلغت يده من جسده، والله تعالى أعلم.
وفي الحديث تصريح بالرقى بأسماء الله تعالى. وقوله العين حق، قال المازري أخذ جماهير بظاهر هذا الحديث وقالوا العين حق، وأنكره طوائف من المبتدعة ومجوزات العقول إذا أخبر الشرع بوقوعه وجب اعتقاده ولا يجوز تكذيبه. وهل من فرق بين تكذيبهم بهذا وتكذيبهم بما يخبر به من أمور الآخرة؟ بيقول لك ما هو اللي الإمام بيقول لك خلي بالك بأن اللي هم كذبهم بالعين والسحر وما هذه الأشياء كذبهم بأمور من أمور الآخرة. فأنا علقت وقلت بقى أليس الذي كذب بالعين كذب بعذاب القبر والمرور على الصراط والمعراج والشفاعة وخروج عصاة الموحدين من النار وقالوا الجنة غير موجودة الآن وسوف تكون على الأرض وليست هي في السماء؟ أهم من ضمن الأشياء التي كذبوها كذبوا العين والسحر مع ما ذكرنا من أمور الآخرة، وهي يعني الطائفة اللي هم العقلانيين العقل ما اللي يقبله يبقى هو ده الشرع والدين، اللي يرفضه لا يبقى لا شرع ولا دين حتى أخبار الآخرة. فهو دين المعتزلة دين من وضع العقل ليس دين من الوحي. أليس الذي كذب بالعين والسحر كذب بعذاب القبر والمرور على الصراط وكذب بالمعراج وكذب بالشفاعة وكذب بخروج عصاة الموحدين من النار وقالوا الجنة غير موجودة الآن وسوف تكون موجودة على الأرض يوم القيامة لسه هتنشأ من جديد عندهم على حسب العقل بتاعهم. في ناس كتير دلوقتي يقول لك اصلا مش مؤمن بالحسد. ما هم اللي بنحكي عنهم الكلام ده. هم بيقول لك واحد بيحسد واحد يقوم جاب الشومه ضربه. ما يعني هي الامور الحسيه اللي هي تحت الحس عنده. هو عنده اللي بيحس بيه. هي دي. ما دام ما بيشوفهاش يبقى مش موجود. النووي بيقول لي رحمه الله بيقول أقرب طريقة قالها من ينتحل الإسلام منهم أن قالوا لا يبعد أن تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العين فتتصل بالمعين اللي هو المحسود وتتخلل مسام جسمه فيخلق الله سبحانه وتعالى الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السم عادة أجراها الله تعالى وليست ضرورة ولا طبيعة ألجأ العقل إليها. ومذهب أهل السنة أن العين إنما تفسد وتهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى أجر الله تعالى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر. وهل سمى جواهر خفية أم لا؟ هذا من مجوزات العقول لا يقطع فيه بواحد من الأمرين، وإنما يقطع بنفي الفعل عنها وبإضافتها إلى الله تعالى. فمن قطع من أطباء الإسلام بانبعاث جواهر الجواهر فقد أخطأ في قطعه، وإنما هو من الجائزات. هو عاوز يقول لك احنا عاوزين نقرب المسافات ونقول لهم يعني عن طريق التقريب ان الأفعى بتلقي سمها على عدوها، ما حدش بيشوف السم ده وهو في الهواء لحد ما يصوب التاني بالضرر. فعاوز يقول لك الحسد اشبه بكده، هو من باب التشبيه وتقريب للعقول، لكن هو يعني ايه، هو ليس كحقيقة السم الذي ينبعث، لان السم برضه حاجة مادية محسوسة. يعني هو أنا مش شرط علينا إن إحنا كل ما أمر الله عز وجل به موجود له تفسير عقلي. هم بتوع العقل عاوزين تفسير عقلي. هم مش شرط إن أنا أمشي وراهم. لا ما تمشيش. لو مشيت وراهم أصل لا أنا بأيدك ما تمشيش وراهم. مش كل حاجة يطلبوها. صح. صح. يعني في حاجات أنت هتقف الظهر 4 ركعات مثلا. لا ده حاجات في القرآن
في حاجات في القرآن لو لأنها جاءت في القرآن لكذبوها. كلام النملة لسليمان مثلا، أي عقل يدرك أن النملة وصلت خطابها لسيدنا سليمان؟ الهدهد خاطب سيدنا سليمان، وسيدنا سليمان فهم الهدهد إزاي؟ مش دي من مستحيلات العقول؟ لكن الشرع لما جابها صدقنا، صح ولا لا؟ الحاجات اللي لو جت في السنه كلها لا لا ده مكذوب على الرسول، الرسول ده انكذب عليه. ده هم مش قادرين يتكلموا في دي علشان القران، عشان هي قران. تبقى خلاص بقى، تبقى خلاص، تبقى خلصت. هذا فيما يتعلق بعلم الاصول. اما ما يتعلق بعلم الفقه، يقصد بالاصول العقيده يعني. أما ما يتعلق بعلم الفقه فإن الشرع ورد بالوضوء لهذا الأمر في حديث سهل بن حنيف لما أصيب بالعين عند اغتساله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائنه أن يتوضأ. رواه مالك في الموطأ. سهل بن حنيف كان بيغتسل ولون جلده جميل، فواحد شافه برك مكانه، سهل حنيف برك مكانه زي الإبل ما بيبرك كده. فالنبي قال مين حسد؟ قاله فلان. قال خلوه يتوضا وهاتوا وضوءه كده والقوه على راس مين؟ سهل. فعملوا كده فقام كانما نشط من عقال. اي عقل بقى انت هتقول لي عشان ايه اللي حصل في الوضوء والوضوء فك ايه عنده؟ خدت لك؟ خد رواه مالك في الموطأ. فإذا استكمل هذا صبه من خلفه على رأسه، وهذا المعنى لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه، وليس في قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات. شفت الجملة ديت بقول إيه؟ وليس في قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات، فلا يدفع هذا بأنه لا يعقل معناه. قال وقد اختلف العلماء في العائن هل يجبر على الوضوء للمعين اللي هو المحسود أم لا، واحتج من أوجبه بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم هذه وإذا استغسلتم فاغسلوا، إذا طلب منكم الغسل اغسلوا، وبرواية الموطأ التي ذكرناها أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء والأمر للوجوب، وقال المازري والصحيح عندي الوجوب للأمر يعني. قال القاضي في هذا الحديث من الفقه ما قاله بعض العلماء أنه ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويتحرز منه، وينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيرا رزقه ما يكفيه، يعني أجر عليه من بيت المال ما يكفيه ويكف أذاه عن الناس. وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين ولا يعرف عن غيره تصريح بخلافه، والله تعالى أعلم. قوله ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين فيه إثبات القدر وهو حق بالنصوص وإجماع أهل السنة، وسبقت المسألة في أول كتاب الإيمان، ومعناه أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى لا تقع إلا على حسب ما قدرها الله تعالى وسبق بها علمه، فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الشر والخير إلا بقدر الله تعالى. ومن العين إلى باب السحر، وطبعا اللي بيكذبوا العين بيكذبوا الايه؟ السحر. باب السحر. عن عائشة قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. قالت حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله،
حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وجف وجف طلعة ذكر، وجف طلعة ذكر، وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، ثم قال: يا عائشة، والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: يا رسول الله، أفلا أحرقته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا، فأمرت بها فدفنت. الشرح. قال الإمام المازري رحمه الله: مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر، وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها. وقد ذكره الله تعالى في كتابه، وذكر أنه مما يتعلم، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به، أنه مما يكفر به، وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له. وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته، وأنه أشياء دفنت، وأنه أشياء دفنت وأخرجت، وهذا كله يبطل ما قالوه. فإحالة كونه من الحقائق محال، ولا يستنكر في العقل أن الله تعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق، أو تركيب أجسام، أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر. وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام، منها قاتلة كالسموم، ومنها مسقمة كالأدوية الحادة، لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتاله، أو كلام مهلك أو مؤدي إلى التفرقة. قال: وقد أنكر بعض المبتدع هذا الحديث بسبب آخر، فزعم أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع، وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل، لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ، والمعجزة شاهدة بذلك. وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل. وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضلا من أجلها، وهو مما يعرض للبشر، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له.
وقد قيل إنه إنما كان يتخيل إليه وطئ زوجاته وليس بواطئ. وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام، فلا يبعد تخيله في اليقظة ولا حقيقة له. وقد قال القاضي عياض، وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة، وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده. ويكون معنى قوله في الحديث حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، ويروى يخيل إليه أي يظهر له من نشاطه ومتقدم عاداته القدرة عليهن، فإذا دنا منهن أخذته أخذة السحر فلم يأتهن ولم يتمكن من ذلك، كما يعتري المسحور. وكل ما جاء في هذه الروايات من أنه يخيل إليه فعل شيء ولم يفعله ونحوه فمحمول على التخيل بالبصر لا لخلل تطرق إلى العقل. وليس في ذلك ما يدخل لبسا على الرسالة ولا طعنا لأهل الضلالة. فإن قيل إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يد الساحر، فبما يتميز عن النبي؟ فالجواب أن العادة تنخرق على يد النبي والولي والساحر، لكن النبي يتحدى بها الخلق ويستعجزهم عن مثلها، ويخبر عن الله تعالى بخرق العادة بها لتصديقه، فلو كان كاذبا لم تنخرق العادة على يديه، ولو خرقها الله على يد كاذب لخرقها على يد المعارضين للأنبياء. وأما الولي والساحر فلا يتحديان الخلق ولا يستدلان على نبوة، ولو ادعي شيئا من ذلك لم تنخرق العادة لهما. وأما الفرق بين الولي والساحر فمن وجهين، أحدهما وهو المشهور إجماع المسلمين على أن السحر لا يظهر إلا على فاسق، والكرامة لا تظهر على فاسق وإنما تظهر على ولي، وبهذا جزم إمام الحرمين. والثاني أن السحر قد يكون ناشئا بفعلها وبمزجها وبمعاناة وعلاج والكرامة لا تفتقر إلى ذلك، وفي كثير من الأوقات يقع ذلك اتفاقا من غير أن يستدعيه أو يشعر به، والله تعالى أعلم. وأما ما يتعلق بالمسألة من فروع الفقه، فعمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع، وعده الرسول صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. وقد يكون كفرا وقد يكون معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر، وإلا فلا. وأما تعلمه وتعليمه فحرام، فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر وإلا لا، وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر واستتيب منه ولا يقتل عندنا، يعني عند الشافعية. فإن تاب قبلت توبته. وقال مالك الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله. والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق، لأن الساحر عنده كافر كما ذكرنا، وعندنا ليس بكافر،
وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق. قال القاضي عياض: وبقول مالك قال الإمام أحمد. قال أصحابنا: فإذا قتل الساحر بسحره إنسانا واعترف أنه مات بسحره وأنه يقتل غالبا لزمه القصاص، وإن قال مات به ولكنه قد يقتل وقد لا يقتل فلا قصاص، وتجب الدية والكفارة، وتكون الدية في ماله لا على عاقلته، لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني. قال أصحابنا: ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة، وإنما يتصور باعتراف الساحر، والله تعالى أعلم. قوله: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا، هذا دليل للاستحباب، لاستحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات، وتكريره وحسن الالتجاء إلى الله تعالى. والمطبوب هو المسحور، فكنوا بالطب عن السحر كما كنوا بالسليم عن اللديغ. قوله: في مشط ومشاطة وجب طلعة ذكر، هو هنا ذكرها بإيه؟ بجب طلعة ذكر. أما المشاطة وهي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه. والجب والجف هما بمعنى، بمعنى واحد يعني، الجب والجف هما بمعنى، وهو وعاء طلع النخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه، ويطلق على الذكر والأنثى، ولهذا قيده في الحديث بقوله: طلعة ذكر. قوله: في بئر ذي أروان، وفي بعض روايات البخاري ذروان، وكلاهما صحيح، وهي بئر بالمدينة في بستان بني زريق. قولها: فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته؟ والمراد إخراج السحر وإحراقه. فدفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الله تعالى قد عافاه، وأنه يخاف من إخراجه وإحراقه وإشاعة هذا ضررا وشرا على المسلمين من تذكر السحر أو تعلمه وشيوعه. والحديث فيه وشيوعه، والحديث فيه يعني بيقطع الكلام فيه، أو إيذاء فاعله فيحمله ذلك أو يحمل بعض أهله ومحبيه والمتعصبين له من المنافقين وغيرهم على سحر الناس وأذاهم وانتصابهم لمناكدة المسلمين بذلك. هذا من باب ترك مصلحة لخوف مفسدة أعظم منها، وهو من أهم قواعد الإسلام. ماشي يعني شيخنا، هو حضرتك يعني السحر ساعات ده بيبقى مفهوم، ماشي خلاص، المهم بطل مفعوله بالرقية وما شابه ذلك. لكن هو السحر ده يتعمل في ايه؟ بيقول له حط مثلا في ميه، ما هو اللي النبي عمله ايه؟ دفن، بس يدفن بس وخلاص، بس كده هيهرب. فهو منع من حرقه عشان ما يستشيرش، يقول لك ايه النبي حرق، وحرق ليه؟ ومين اللي عمل له؟ فقطع الكلام بدفن. ممكن يحرق؟ احنا ممكن بالنسبه لنا ممكن، والله نقدر نقول خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي يا شيخ، احنا واقفين عند باب الايه؟ السنة.